برعاية مباركة من جامعة حلب في المناطق المحررة، أقام مكتب الطلبة وبالتعاون مع منظمة غراس للعمل الجامعي معرضاً تعريفياً لكافة الفروع والاختصاصات المتواجدة بالجامعة، حيث تم تجهيز ساحة الجامعة في مدينة إعزاز لاستقبال الضيوف المهتمين بالمعرض. كاميرا الفرات، وكما عودتكم بأن تكون عينكم على الحدث، زارت المعرض لتنقل لكم صورة حية عنه وعن مجرياته. حضورنا الكريم، دكاترتنا، أساتذتنا، زملائنا، طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أتينا لنهديكم أزهار الورد والريحان بأجمل الألحان. كتاب الله للأبرار نور، به تحيا القلوب وتستنير. مهما رتبت الكلمات ونمقت العبارات، يبقى الوصف وصف عاجز، ويبقى القرآن يعلو ولا يعلى عليه. يمين بعد لحظات معارف قامت به جامعة حلب وكلياتها، طبعاً بعيد الطلبة وأيدي المدرسين جزاهم الله خيراً، تشعرون الفكر الإبداعي وترون الفكر الإبداعي والابتكاري، أن النشاط الطلابي أصبح مبكراً، يعني الطالب وهو على مقاعد الدراسة بإمكانه أن يقدم شيء. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالب أحمد مخلف من معهد التقني لإدارة الأعمال في جامعة حلب الحرة. أقمنا اليوم بالتعاون مع مؤسسة غراس ومكتب الطلبة في جامعة حلب الحرة معرض تعريفي شامل لجميع الأفرع في الجامعة. طبعا كل معرض قدم فنون، إن كانت رسومات أو فنون تشكيلية أو مجسمات، تقوم بالتعبير أو بشرح تفصيلي عن فرعهم المعين. طبعا نتشكر مكتب الطلبة في جامعة حلب ومؤسسة غراس بإقامة هاي النشاطات الفنية. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.